نعمل إذا كنت حابين تخففوا وزن قبل الصيفية؟ كتير غلط إنه نضلنا كل نهار بلا أكل، لأنه نحنا لازم ناكل ومش لازم نقفي ولا وجبة. خلينا ناكل على مهلنا بس ما نضلنا كل نهار عم نلقمش. نجرب قد ما فينا نوقف السكر، الجونك فود، المقالي، نوقف الألكول لفترة من الوقت لكن أخذنا ريزولتايا اللي نحنا بدنا إياه. نطبخ بكمية قليلة من الزيت، ما ننسى نشرب مي على القليلة 8 كبايات، نشرب شاي أخضر، كمان نعمل سبور ونركز على الكارديو كرمال نقدر نخسر وزن أسرع ونخسر فات. خلينا نتمرن على القليلة 3 أيام بالجمعة لمدة ساعة من الوقت. شو أقولكن؟ قدي بيضاين عنا الأكل بالبيت؟ في فترة محددة؟ عطوني رأيكن على هيدا الهاشتاج.